يعني ايه هيلث سيستم؟ واتس مينت باي هيلث سيستم؟ حد شكله يعني هيلث سيستم نظام الصحه، يعني النظام الصحي. هل هو اورجانيزيشن يعني مستشفيات ووحدات الصحيه ومراكز علاج الحمومه والطفوله؟ هل هو الدكاتره والاطباء والتمريض والعمال؟ هل هي الاداره؟ هل هي الادويه؟ هل هي الاجهزه؟ اتس ذا اول سيستم. So the health system is all the organizations. طبعا الجديد. إذن هي health, هي organizations, هي institutes, هي resources, هي people, هي كل حاجة. هدف الهيلث سيستم ده إيه في الآخر؟ جبت مستشفيات ودكاترة وأجهزة وأدوية وعمال وإلى آخره، هدفه إيه؟ To improve the health. بس. يبقى هدفه في الآخر يبقى كل اللي بشترك ده to improve the health عندنا. فانا شباب عشان احقق الافكتيف والافيشنسي قلنا امبارح يعني ايه الفرق بين الافكتيف والافيشنسي عندك يبقى هدفنا احققها مش بس كده والايكواليتي ان كل الناس تاخد نفس الرعايه الصحيه عندك على فكره عندك نوعين في الايكواليتي في المساواه عندك حاجه اسمها يمكن عايز اقولها بس بصوره هورزونتال وحاجه اسمها فيرتيكال هورزونتال ان عندك كل الناس بتاخد نفس الرعايه او نفس الكير ان ذا سيم ليفل كله هيخش نفس المستشفيات بنفس الطريقه بنفس كل حاجه. ايه رايك؟ كل المصريين هيتعالجوا في نفس المستشفيات بنفس الليفل بنفس كل حاجه. ايه رايكم في هذا السيستم؟ خلي بالك ان اغلبيه الرعايه الصحيه كانت السبونسر بتاعتنا مين؟ الحكومه. ده احنا اللي بيجينا الفلوس من الضرايب ومن الدخل القومي بتاعنا. اللي اوريدي الدخل القومي بتاعنا ايه؟ قليل. اللي اوريدي نسبتنا قليل. لو عملنا الكلام ده موافقين ولا لا؟ وده المفروض يتعمل اصلا بس ده مش عارف طيب لو احنا قلنا المفروض ده يتعمل او ده ايه رايك طب انا الكلام ده كله اتس اكسبتد لكل الناس؟ لا لا ليه؟ المستوى الخدمه مش عارف في ناس عايزه اعلى لان في الاخر انت بتقدم خدمه حسب الفلوس بتاعتك القليله طب انا ممكن اعمل حاجه اكوايت بشكل مختلف وهو ايه؟ قلت خلاص انا هعمل حاجه اسمها فيرتيكال كواليتي عندي ناس اغنياء وناس نص ونص ميديم وناس فقراء مثلا صح؟ فانا النهارده هوفر لهم كلهم ذا سيم ميديكال كير ولكن ده هيقعد في لكشري اكتر يدفع قصاده فلوس. انا هو نفس الدكتور ونفس يعني في النهايه هي نفس عمليه اللبس ونفس التكنيك ونفس مستوى الدكاتره بس انا بخليك اوضه لوحدك واحط لك تكييف ومره تخش لوحدك واحط لك اوضه على النيل واخلي لك انسول بس يو باي فور صح ولا انت بقى تقعد في عنبر في خمس ست عيانين في 10 عيانين بس في الاخر هتعمل لك نفس الدكتور بنفس التعقيم بنفس المستوى يعني الاوت كام بتاعك في الاخر ايه؟ الميديكال اوت كام بتاعك ايه؟ واحد صح ولا لا؟ فهنا استفدت ودي برضه انا شايف انها مساواه ما دام انا في الاخر حققت نفس الميديكال ستاندرد لكن الميزه ان انا اللي غني صرف على الفقير على الفكره. اني هاو يبقى فكره الهيلث سيستم عندنا الهيلث سيستم عباره عن ايه؟ عباره عن كذا كومبوننت حسب دايما بتشوف تقسيمه اللي هو السيرفيس ديليفري يبقى انك انت توفر الخدمه عندنا وزي ما قلت لك السيرفيس ديليفري محتاج سيف وتريند بيرسونال ويوفر لك الخدمه ان فورم اوف ايكويتي او ايكواليتي يعني المساواه بين كل الناس عندنا صح؟ مش بس كده انا قلت لك حتى مينيمايز الروز اوف ذا ريسورسز عندك سبع دكاتره سبع ممرضات قاعدين في الاسم وانت في الاخر مش محتاجهم كلهم ليه؟ يا اما تعين ثلاثة بس يا تشغل التنين حاجة تانية يعني كده تحاول تستفيد بالريسورسز عندك. تاني حاجة هيلث فورس الهيلث وورك فورس. الهيلث وورك فورس انك انت فكرة انك انت كل الناس عندك انك تقدم الخدمة ان ذا واي تكون ريسبونسبل هتكون كومبتنت هتكون افيشنت عشان تحاول تلاقي الاوت كام بتاعك عندك. بمعنى ايه؟ عندي دكاترة اوزعهم حسب قدراتهم في الاماكن اللي تناسب بيهم. بكثير ديستريبيوشن ده انا عارف انك انت راجل ليك في السيرش سكيلز اكتر انت راجل بتحب تحفظ وبتحب تربط الحاجات بعضها في شغلك بطن اكتر يبقى يوزع الناس بشكل ايه مناسب اكتر يبقى فيها اتش اي اس او هوسبيتال انفورميشن سيستم او بيسموه اتش ام اي اس هوسبيتال مانجمنت انفورميشن سيستم النهارده العالم كله اتجه ان احنا النهارده ما عادش عندنا بيبر وورك كنا زمان الفايل كان يجي لنا عباره عن دفتر ويجي لي النهارده محمد عشان يكشف فاقول طب استنى استنى نص ساعه لغايه ما ابعت المخازن يجيبوا لي الفايل بتاعه رقمك ايه رقم الفايل بتاعه ادور عليه وابعت اجيب رقم الفايل بتاعه واجيب الورق بتاعه ده هيجيبه ايه؟ كونسيومينج وسبيس كونسيومينج لكن انت بتبني حاجه زي كده صح ولا غلط؟ طب والاحسن دلوقتي القصه بقت ايه؟ هوسبيتال انفورميشن سيستم كمبيوتر قدامك انت اسمك ايه فلان رقمك كذا يبقى كل التفاصيل بتاعتك ده النهارده يا جماعه بقت الخدمه متقدمه اكتر بقى الديسكولا الانفورميشن سيستم بيجيب لك اشعه والتحاليل ف
فالعين يعمل تحليل ويطلع لك عندك على الفلاج من غير ما تتكلم، يعمل لك اشعه، مش يبعت لك ريبورت الاشعه، يبعت لك ايه؟ اشعه الفلاج، تقعد تكبر فيها وتصغر فيها وتعمل فيها وتشوف اللي انت عايزه. فلذلك تبقى كل الداتا بتاعت العينه عندك. مش بس كده، ده انت الفكره كمان انك انت ممكن ايه؟ انك انت ممكن تشوف الادر دكتورز كمان شافوا العينه. اللي عندك شاف من جراحه، شاف من بطن، شاف من اطفال، انا بشوف الحاجه. انا في وجهه نظري جايب الكلام ده كله فيه. طبعا هو انا شايف بحث كتير جدا من نظام الوقت. مفيش كوميونيكيشن بالعكس، الكوميونيكيشن موجوده كل حاجه. عيبها في الكلية القديمة من الدكاتره. ان هو مش بيعرفوا يستخدموا الكلام ده. والناس برضه. اوكي؟ والعينين. بس العين مش المشكله، المشكله في الدكتور، لان في دكاتره برضه مش متقبلين. الحاجه الثانيه السيستم ده جايبه بيحصل له هاكينج. صح ولا لا؟ سيستم كمبيوتر. فيروس ده بالداتا، بتضيع الداتا، عشان كده دايما محتاجين نعمل باك اب و الى اخره. طيب رابع حاجه عندنا حاجه اسمها ميديكال بروجكت فاكسين تكنولوجي. طبعا الحاجات دي كلها مفهومه، وكل ما كانت العلم متقدم كل ما احتاجت تقدم اكتر في الميديكال بروجكت والفاكسينز والادويه والدياجنوستيك والكانسر. خمسه محتاج هيلث سيستم فاينانس، دي اهم حاجه، الفلوس. صح النهارده انت عشان انت عارفين اقول لكم على حاجه، عارفين مثلا فور اكزامبل هيلث انفورميشن سيستم، اصغر هيلث انفورميشن سيستم ممكن يكلف مستشفى صغيره قد ايه؟ حد يعرف رقم؟ حد يقول رقم؟ اصغر سوفت وير صغير لمستشفى مثلا ميديم سايز هوسبيتال مش اقل من 10 15 مليون جنيه. يس. فلذلك انا بكلمك على لا. طب الجهاز عايز تجيب النهارده جهاز هيكلفك كام؟ عايز تعين ناس تديهم مرتبات كام؟ فلذلك انت محتاج حاجه اسمها هيلث سيستم فاينانس، وده اللي خلانا فكرنا في التامين الصحي امبارح عشان احاول الاقي سورس اوف فاند، لان المشكله عندي الحكومه دخلها قليل، فابدا اشوف التامين الصحي واجيب دخل ليها عندك. طيب اخر حاجه محتاج ليدر شيب عندنا الاداره، ده اللي اتكلمنا عنه امبارح. جبت فاينانس كويس، عندك فلوس، عندك اجهزه، عندك دكاتره، عندك مستشفيات، بس ما عندكش اداره قويه تمسك المكان، ايه اللي يحصل؟ صح ولا لا؟ واعتقد كلكم شفتوا على مدار المستشفيات والشركات لما كان المدير موجود اللي حصل، ولما المدير مشي اللي حصل في المستشفى. اتفقنا؟ طيب الهيلث سيستم في مصر، وزاره الصحه عندنا الهيلث سيستم عندك على اربعه ليفلز، وزاره الصحه سنترال ليفل، سنترال ليفل هي وزاره الصحه نفسها اللي موجوده في شارع الاصفر. ده اللي هو اعلى حاجه اللي هي الاداره الكبيره بتاعتنا في وزاره الصحه، ودي عباره عن اذا نقول الهيد كوارتر او المركز الرئيسي بتاع اداره الصحه في مصر عندنا. اوكي؟ وده اللي بيحكم كل المستشفيات وكل الحاجات والانستتيوتس اللي تابعه لوزاره الصحه عندنا. وده اللي بيحط كل حاجه الاستراتيجي والخطه والمونتنج وكل بيحط كل حاجه عندنا موجود. اثنين هيلث دكتوريت. دكتوريت اللي هو عارفين المديريه؟ انت النهارده عندك كم محافظه في مصر؟ 26. يعني عايز تقولي في وزاره الصحه واحده وفي كم مديريه صحه؟ 26 مديريه. المديريه بتمثل ايه؟ المحافظه. بتمثل لا بتمثل وزاره الصحه في المحافظه دي، يعني كانها هتعمل هتطبق نفس رولز وزاره الصحه بس في المحافظه دي بس. عندك مديريه الصحه في القاهره، في اسكندريه، في الجيزه، في الفيوم، في اسوان، اند سو. يبقى دي فترتها انها بتحكم عندك الايه؟ البلد كلها عندها. طيب بعد كده تنزل حاجه اسمها هيلث ديسكريت. ديسكريت يعني قطاع. يعني ايه قطاع؟ يعني خلينا نديك القاهره. القاهرة كقاهرة عندك النهارده مديرية صحة القاهرة، لكن بنقسم القاهرة لشرق القاهرة وشمال القاهرة مثلا ووسط القاهرة وجنوب القاهرة وغرب القاهرة، صح؟ وكل حاجة اسمهم قطاع، يبقى القطاع الصحي بشمال القاهرة، القطاع الصحي بشرق القاهرة، يبقى ده السيستم الأقل عندنا. أوكي؟ يبقى طيب بعد القطاع جوه كل قطاع بتلاقي بقى مستشفيات بقى والوحدات الصحية بقى الحاجات عليها، يبقى تلاقي بقى المستشفيات والوحدات الصحية العادية. اتفقنا؟ يبقى دي عندنا الهيلث كير بروفايدر. الهيلث كير بروفايدر احنا قلناها امبارح ممكن يبقى جفرمنتال او ممكن يبقى بابليك او ممكن يبقى برايفت. انا ليه حكم عليهم؟ تاني وزاره الصحه انا خدتها من الاول، وزاره الصحه الكبيره تحتها مديريات الصحه، تحتها قطاعات الصحه، تحتها المستشفيات. عايزين تحطوا المستشفيات الحكوميه ولا الخاصه ولا العامه؟ الاثنين كلها. طب انا مين مال الخاص؟ انا راجل فاتح 15 بتاعتي انا فلوسي انا، وزاره الصحه مالها؟ عشان السيرفيلانس والحاجات دي لازم نحقق الاهداف اللي حطها وزاره الصحه، الاهداف الصحيه يعني، وتمشي بالمستوى الصحي اللي المفروض انها بتطبقه. يعني بمعنى اخر، ومش معنى ان انا عندي مستشفى بفلوسي واقدر اجيب مستشفى اشغل اي دكاتره، يعني لازم دكاتره بمستوى معين. ما استخدمش، انا مش عايز اعمل انفكشن كنترول براحتي، انا حر بفلوسي، مش من حقك. فاهم قصدي ازاي؟ انا مش عايز اطبق حاجه، لا مش من حقك، انا مش هعمل كذا، مش من حقك. هحط جدول فاكسينز بمزاجي، مش من حقك. احط ريجمنت اوف ادويه بمزاجي، مش من حقك. الفكره انك انت من حقك تحدد اسعار، تشوف الخدمه شكلها ايه، المستوى ايه، لكن في عندنا ميديكال رولز لازم تطبقها عندك. عشان كده هم لما قالوا قصه عليك مصاريف،
لذلك لما قالوا ان احنا هنحط الهيلث كير بروفايدر قد يكون ثلاثه، الجفرمنتال اللي الحاجات الحكوميه، او قد يكون عندنا البابليك، او قد يكون الايه البرايفت عندنا. طب الجفرمنتال الحاجات الحكوميه على فكره ممكن تكون وزاره الصحه او الداخليه او الجيش او وات ايفر، القصه دي كلها عندنا. بنطبق فاكين زي ما قلنا بي اتش سي، فاكين برايمري ليفل وسكندري ليفل وتيرشري ليفل. البرايمري ليفل اللي هم مين؟ اوكي البرايمري ليفل هو عباره عن لو انت شطار ايه البرايمري ليفل؟ يلا زمان اي البي اتش سي يونتس اللي ما كانش فيها انبيشنت ولا حاجه كان دكتور جي بي. السكندري ليفل كده المستشفيات اللي كان فيها انبيشنت وكان سبيشالست وكان دكتور تيرشري ليفل سبيشالايزد هوسبيتال زي معهد الاورام معهد الكبد معهد السكر اند سون. يبقى دي الجفرمنتال سيستم عندنا. بيني وبينكم اقدر اطبق السيستم ده في الجفرمنتال سيستم، بس ما اقدرش اطبقه في البابليك هوسبيتالز ولا في البرايفت هوسبيتالز. دي ما اقدرش الزم الناس بيها، لكن الزمها بالحكومه انها توفر عندنا. البرايفت اللي هو العام بيدفع على حسابه، على فكره البرايفت من اول عياده الدكتور تحت السلم كشفه 10 جنيه لغايه مستشفى خاصه ممكن عمليه الكشف فيها ب 500 جنيه او ب 1000 جنيه وات ايفر، يعني البرايفت فيه رينج كتير قوي. عشان كده الناس كانت معتقده ان البرايفت سيكتور مثل الاغنياء بس، لا ممكن برضه الناس الايه؟ الفقراء. يعني واحد النهارده محتاج يكشف بس مش لاقي مكان في الوحده الصحيه، مش لاقي ميعاد صوام او بعيد عنه، فاضطر ان هو يروح لدكتور كشفه جنبه سواء برايفت اوت اوف بوكيت. البابليك عارفين عارفين المستشفيات التعليميه اوكي، المستشفيات الجامعيه، المستشفيات الهيئه المؤسسات التعليميه، كل دي اسمها ايه؟ بابليك هوسبيتالز. عندنا سهل يا شباب فهمتوها؟ ده كده سريعا شابتر الهيلث سيستم عندنا، ما هوش اكتر من كده الشابتر. اخر شابتر عندنا اللي هو شابتر المنتال هيلث. لو انتم فاكرين المنتال هيلث، لو فكركم بالمنتال هيلث زمان لما خدناها مع بعض، اول كلمه خدنا فيها يمكن الشابتر اللي قبل الاخير شابتر 20 الشابتر قبل الاخير كده، لو خدنا زمان ديفينيشن اوف هيلث كانت عباره عن ايه؟ حد يفكرني؟ ستيت اوف ايه؟ complete physical mental social well-being not merely only the absence of a disease. كانت الفيزيكال سهله، اصل دي الفيزيولوجيكال فانكشن، باين عليا يا جماعه ان انا ضغطي كويس ولا ضغطي عالي، باين عليا ان انا اوبيز ولا قليل، باين عليا ان انا ان انا ان انا اند سو اون. يبقى كل دي الفيزيكال هيلث باين عندنا. بمعنى تعال لي في العياده حط السماعه على صدرك اقول لك عندك برونكل ازمه ولا لا، ما فيهوش رايين او غالبا ما لهاش رايين، في حاجات ممكن تبقى كونفيوزد. لكن المنتال حد يقول لي شفني يا دكتور عندي ديبريشن ولا لا؟ حسب فيها اراء، شايف ان انا لا انت كويس معقول بالنسبه لظروفك، لا انت عندك ديبريشن، انت عندك كذا. فمشكله المنتال ما عنديش فيجرز اقدر اقول لك العيان دوت عنده ولا ما عندوش فشوك، ما عنديش تحليل تقول العيان دوت عنده هاي ليفل ولا لو ليفل. دي بتعتمد على ايه؟ مين لي بالظبط؟ حاجه سبجكتيف على الهيستوري، على الدسكشن مع العيان، صح ولا غلط؟ اوكي، ان انا اقدر اشوف العيان عندنا شكلها ايه عندنا. احنا بنجلكت الميديكال المنتال هيلث عندنا او المنتال بروبلمز. مش عايز اقول لكم ان 25% من الناس ان ذا افريج بيبل عندهم منتال ديسوردز. هيقول لي منتال يا دكتور احنا مجانين للدرجه دي؟ لا مش مش لازم مجانين، ممكن يبقى عندي ايه؟ ديبريشن. ديبريشن وطبعا ما اكثر الديبريشن، صح ولا غلط؟ احنا ديبريشن كلنا حضرتك 25% لو بتتكلم عن ديبريشن حطها بقى زي ما انت عايز. انكزايتي الان، صح ولا غلط؟ مش عارف ايه اللي هيحصل، مش عارف بكره شكله ايه، لما اتخرج هشتغل، طب لو اشتغلت هعرف اجيب فلوس، طب لو جبت فلوس هعرف اتجوز، طب لو اتجوزت هعرف اصرف على عيال، صح ولا غلط؟ كل ده قلق بالنسبه لك. طب ما الانكزايتي از منتال ديس اوردرز، الدراج ابيوز از منتال ديس اوردرز، صح ولا غلط؟ اللي بيشربوا مخدرات ولا بيشربوا بنج ولا بيشربوا حشيش او يهرب من الواقع، ده فاهم؟ يبقى دي كلها عندنا. فلذلك المنتال بروبلمز هي مش مجرد ان واحد مجنون، ده واحد ممكن يبقى كومبليتلي نورمال قدامك. اوكي، وعلى فكره قالوا كلمه رائعه في المنتال، مش معنى الابسنس اوف منتال ديزيز ان الواحد ما عندوش منتال ديس اوردرز، يعني مش معنى هو قاعد بيتكلم قدامك وبيضحك ومبتسم. ده حتى قالوه على فكره اللي بيضحك زياده يبقى عارف انه ايه عنده مشكله، يعني لو واحد معاك بيضحك بزياده وبيجاملك بزياده وبيحاول يعني يوصل ان هو سعيد اكتر يبقى عارف ان عنده مشكله، بيحاول ايه يخبيها. احنا للاسف ما عندناش الكالتشر ان نروح لدكتور سايكاتري، صح؟ لا اقول لك اوفرز، لا مش اوفا، لا يقول لك انا وانت بتقول عليها مجنون بشرح ايه؟ لا هو في برضه يعني واحد يقول لك اكستريم. ده انا عايز اقول لك ان في جمله قالوها في الطب، if the patient is complaining of a symptom, certain symptoms, I don't and you don't find any findings physical, consider him as a mental and take over drugs. يجي لك العيان، على فكره العيان بيجي لك بترو سيمبتومز، العيان بيقول عندي نقص في بطني بجد، هو مش بيهزر، عندي صداع مش عارف يسيبني، هو مش بيهزر، تعمل سكس راي وتعمل سي تي وتعمل له ما عندوش اي حاجه خالص.
يبقى عنده منتال ديس اوردرز. اوكي ده احيانا بعض المنتال ديس اوردرز ممكن تنفس السكيل ده شرعيا صح ولا غلط, وتلاقي العيان يشتكي من القصه دي وطريق الايه يتجنن مش لاقي عنده اي فاكتور خالص وادي له كل العلاجات مش عايز يخف عندنا العيان. اوكي وفي الاخر اكتشف انها ايه, انها كانت حاجه منتال بره. مش عيب ان انا اروح لدكتور سايكاتري ويأسسني ويقول لي انت عندك انسون وينصحني. اتفقنا يا شباب؟ هقولكم على حاجه صغيره جدا. انتوا عارفين ان من اكتر الجروبس اللي انت محتاج لها المنتال هيلث والمريض تفاجئ بالقصه دي ايج جروبس. طبعا مين اكتر ايج جروبس انت خايف عليهم من المنتال ديس اوردرز؟ التين ايجز واكتر منهم الأطفال الصغيرين. ما تريش اسمه مدرسة أطفال الصغيرين. وعلى فكرة شخصيتكم غالبا اتكونت من إيه؟ من الطفولة. اللي يطلع طول عمره خايف يكلم الناس وخايف يعمل وخايف وخايف وخايف, ده غالبا كانت مشكلة إيه؟ كشفته هو صغير كان كل شيء بقوله لا مش هتخرجش لوحدك, ما تمشيش لوحدك, ما تمشيش بالشارع لما تمسك ايدي, ما تفتحش الباب لوحدك, ما تكلمش حد غريب, ما تردش على التليفون. كان بيقفل عليه وهو صغير. لما كبر بقى خايف يواجه الايه؟ المجتمع. ده انا اقول لك على حاجه, انك انت ممكن تغير شخصيه ابنك بالمنتال هيلث او بالمنتال انت بروموشن. اقول لك على حاجه, دي بنعلمها للناس حتى ايه في الاطفال الصغيرين للبيرنتس عشان اطفال. دايما شجع ابنك حتى لو هو غلط. بمعنى ايه؟ الواد مش شاطر في الماس. في ناس احنا في منا كتير جدا اطفال كده, الام والاب بيقولوا ايه؟ طول عمرك انت خايف في الحساب؟ يا ابني بص لابن اخوك شكله ايه؟ بص لابن خالتك, يا ابني انت الوحيد اللي خايف فيهم صح؟ غلط. المفروض تقول له ايه؟ على فكره انت شاطر جدا, انت كويس جدا, انت بس ركز. انت على فكره لما تركز تبقى شاطر صح؟ على فكره كثره الزن على الودان بتخليه يقتنع ان هو ايه؟ ان هو شاطر فعلا صح ولا غلط؟ فيكتسب الثقه في نفسه. هو مش هيبقى جينيوس في الماث, انت مش هتقلبه تبقى جينيوس, بس هيبقى احسن. وحاجه ثانيه هيبقى واثق في ايه؟ في نفسه صح ولا غلط؟ انك انت تعلم الولد من الزمن ده انه يعتمد على نفسه, انك انت تاخد ريسك. الولد عمل غلطه, الرياكشن بتاعت على الاب والام المصريين يعملوا ايه؟ حسب عمل جريمه عملت كده ليه؟ صح ولا غلط؟ ايه اللي انت عملته ده؟ وانا مش قايل لك 100 مره ما تعملش كذا وانت مش عارف ايه الكلام ده كله صح؟ ايه اللي يحصل في الولد؟ يتعقد, خايف, وخايف من المجتمع. لا اي حاجه خايف يغلط عشان يتعاقبش. لكن ايه التصرف الصح؟ حصل خير يا حبيبي, اتكسرت منك مش مهم, ضاعت منك مش مشكله, ايفن اتسرقت منك مش مشكله, الحمد لله انك انت كويس. بس تعالى نفكر, اتسرقت منك ليه؟ ليه بقى؟ صح؟ واخدها منك ليه؟ هي الفلوس ضاعت منك ليه؟ عشان حاطها في الجيب اللي فوق مش في المحفظة. حطها مثلا في المكان الفلاني, حطها بالشكل الفلاني. على فكره الكلام ده فيري امبورتنت, انا مش بهرج, الكلام ده فيري فيري امبورتنت وتفرق في شخصيته بعد كده. ونرجع نقول لك الواد مش واثق من نفسه ليه؟ الواد خايف ليه؟ وطول عمرك ماسك الواد يا ابني لما كنت في سنك, ده احنا كنا بناكل اكل بكتب اكل, لو احنا في كنا بنذاكر على لمبه مش عارف ايه, الله يبارك صح؟ هو ده الكلام. هو مش ذنبه ان حضرتك اتولدت في مجتمع غلبان, مش ذنبه انك انت كنت غلبان, واخد بالك ازاي؟ مش ذنبه ان ابوك اغلى من ابوه, يعني الفكره هو مش ذنبه القصه دي كلها. فهاو تو ديل وذ دي فيري امبورتنت يا جماعه, دي كلها المنتال. احنا طبعا بنتعامل مع الاطفال كانهم ايه؟ اقول لكم على حاجه, الطفل, ودي مرحله على فكره مش عايز اخش بس فيها كتير لان الجزء ده مهم قوي في حياتك, ممكن نقبله لكم بعد كده تقعدوا تتجوزوا وتبقوا لكم القصص دي. الطفل اكتر فتره بتكمل شخصيه حياته من سنتين لخمس سنين, اللي هي الفتره انت بتعامله فيها كانه ايه؟ كانه مش فاهم حاجه, هو فاهم مور ذان يو اكسبكت 100 تايمز, بيتحرك فاهم كل حاجه كويسه 100 تايمز. انا كنت بلاقي بنتي لما كانت عندها صور لسه داخل المدرسه كانت تيجي لي سام تايمز اكون متضايق من الشغل ولا حاجه, تيجي تقول لي مالك يا بابا؟ لا مفيش حاجه حلوه. لا وقت انت شكلك متضايق, شي كان ايماجين انت عندك رغم انا ما بتكلمش خالص, ما بقولش اي حاجه خالص, بس طبيعي يمكن مش طبيعي. فلذلك هم بيلقطوا اي رياكشن انت بتعمله وبيقلدك بالكامل, بيقلدك بالكامل. عشان كده لو عايز ابنك يصلي ما تستناش ثلاثة بيجي وتقول له صلي, اعمل ايه؟ انت صلي قدامه بس, انت صلي قدامه هتلاقيه مع الوقت يبدا ايه؟ يصلي جنبك ويقف يصلي جنبك يقلدك, ما تبقاش فاهم يعني ايه الصلاه, بس هو مجرد بيقف جنبك. ولما يكبر يبدا يسالك يعني ايه الصلاه يا بابا؟ طب اصلي ليه؟ يبدا هو يصلي. عايز تنزل تروح الجامع خده معاك. ايه اللي يحصل؟ انت مش محتاج لما يكبر تقول له صلي, خلاص هو اوتوماتيك هيصلي معاك. فالفكره احنا بنجلكت القصه دي في الاطفال. تيجي في المرحله الثانيه في حياتك, مرحله الادوليسنس, ودي مرحله كده في كده عارف اللي هو 13 14 اللي هي كانت سن اعدادي, كلنا مراحل بالمرحله دي. المرحله دي انت عيل صغير فبيضحكوا عليك بالبونبون هي ولا شوكولاته ولا بتاع, وانت كبير وانا انت عارف اللي هو انت وانت حاسس انك انت ايه؟ كبرت كبرت
وصام في سيولوجيكال تشينجز اللي حصلت من اكتر بيبرت ايه حسيتك انك انت دخلت عالم ايه جديد وانك انت بقيت شخص سبونسر وبقيت شخص اندبندنت ومش عايز بابا يعني والله مش ادريسنس والله من قبل كده يعني مش عايز بابا حتى يعلق عليك او يكلمك او يقول لك او بتاع وبعدين الكونسيبت بتاعك ده بابا انت قديم انت بابا مش خد بالك خلاص الجيل بتاعك اتغير احنا جيل الانترنت كان صغير فلذلك الجيل برضه دوت جيل صعب قوي تيجي في الناس الكبار البيج الثالثه في حياتك البيج الثالثه في حياتك انت تمام بالظبط بعد طيب بعد المعاش بعد 60 او 65 سنه هنا بقى بيحصل ايه بقى ايه؟ بحس ان هو عالم هنا بقى الدبريشن بقى الحقيقي والالزهايمر والقصص دي كلها بحس انه على الناحيه بحس ان هو مش برودكتيف يعني كان كل مره اصل يا جماعه اللي بحسسني بامل في الحياه على فكره دون انك تكتب القصه دي انك انت عندك كليه بكره فانت في حاجه هتعملها بكره عندك امتحان الشهر الجاي عندك امتحان هتخلص عندك كليه هتخلصها عندك امتياز هتعمله عندك نيابه هتخلصها عندك صح فتحس انك دايما في تارجت بتخلصه طب جيت عند سن 60 وطلعت على المعاش هتحس انك انت ايه مفيش حاجه تعملها قاعد في البيت نايم صاحي ما بتعملش حاجه بجد السن ده بيجيب لي ناس سيفير ديبريشن رهيب بلس حاجه ثانيه انه بيفقد الناس اللي ايه اللي حواليه يعني مراته ماتت اخوه الكبير مات طبعا بابا ومامته غالبا ماتوا يلاقي اصحابه اللي حواليه يبداوا كلهم يسمع خبر ان حد مات حد جاله كذا حد انسون بعد ما كانوا بيلعبوا مع بعض بعد ما كانوا على فكره احكي كان هم زمان مثلا كانوا بيخرجوا مع بعض انسون فلذلك دول الفترات اللي ممكن تقابل فيها ده انا ومين اللي بيغيروا الرجاله والستات يا جماعه الرجاله والستات الرجاله والستات مين عرض اكتر رجاله ولا ستات رجاله اللي بيعملوا ستات في مصر لا الستات في مصر الستات عرضه اكتر ده حقيقي بص الناس تحوز لحاجه العرضه الامراض المنتال ديس اوردرز في مصر الستات اكتر ليه؟ ليه اول حاجه المجتمع حاطط بريشر على الست اكتر انت المسؤوله انت اللي تربي العيال انت اللي هتحكي العيال انت اللي هتغيري العيال انت اللي هتعملي انت اللي هتذاكري العيال صح ولا غلط وبعدين الام الوحيده اللي ما بتعرفش تفصل 24 ساعه على مدار 7 ايام صح ولا غلط حضرتك انت لو زهقان من شغلك ممكن تكلم صحابك هنخرج بقى نقعد على قهوه نقعد ساعتين ثلاثه فصلت من البيت نسيت كل حاجه خالص الام ما تقدرش تعمل الاوبشن ده صح ولا غلط حضرتك ممكن تنام بالليل ما عندكش مشكله لكن الام طول النهار بتنام فبتفكر في الايه في العيال ناموا صحي وتعبانين and so on واضح فلذلك اللي عايز اقوله ان الام في مجتمعنا بلس ان الام عندها مراحل في حياتها مش موجوده في الرجاله فكل بريجننسي وليبر بيكورن وكان في بوست بارتم ديبريشن كان بيجي للستات بس تعرض في المشاكل في حياتها لحاجات كتيره قوي يعني فده اللي خلى الستات ان جنرال عرضه برضه للحاجات دي وان كان الرجاله عرضه للدرك ابيوز اكتر والحاجات دي لكن الستات ان جنرال عرضه للحاجات المنتال ديسوردرز اكتر عنها سو اللي عايز اوصله اللي اوصله ليكم على مدار الشركه ان المنتال از اليميشن اوف هيلث جدا جدا عندك بلس ان الايفكت بتاعها بيكون كويس جدا جدا ولكنها لن تنجبل دلوقتي يعني الفكرة لما عالج واحد من ديبريشن ايوه طب بعدين يعني ضغطه هيوطى سكره هيقل وزنه هيخس امال ايه ليه الدايت افكت ازاي الدايت افكت هيتحسن شغله هيشتغل بشكل اكتر مش هيجيله ستريس والستريس بيرسي كان بيعمل ايه مش ده كان بيعمل هايبرتنشن والكروني هارت ديزيز والدايابيتس وكان ممكن بريدسبوز لكانسر الله دي كلها كانت مصايب كبيره قوي كانت ممكن تحصل عندنا فلذلك الامبروفمنت اوف ذا منتال هيلث كان امبروف ذا اول اسبيكتس اوف ذا هيلث عندنا طب ترى مع بعض يمكن الديفينيشن اوف منتال هيلث هي ستيت اوف ويل بينج ان ايفري ون ريلايز هيز اون بوتنشال اند كوب وذ ذا نورمال ستريس اوف ذا لايف قدرتك انك انت تثق في قدراتك وتوظفها كويس وتشتغل كويس وتتواجه الستريس في الحياه دي اسمها منتال هيلث حد يقول لي انت لازم اتعرض للستريس في الحياه؟ طبعا انت ممكن تنزل الصبح تلاقي واحد قافل عليك صفتين ده هو الاستريس ممكن تواجه الصبح انت لسه صاحي من النوم ما عملتش اي حاجه خالص صح ماشي في الشارع مايكروسوفت بتزنق عليك توك وطالع لك القصه دي كلها خالص اقول لك على حاجه من الحاجات اللي بتنرفزني جدا في مصر الكلاكسات الميكروباصات يعني ما اعرفش الكلاكسات ايه انجويمنت ان الناس ماشيه بكلاكسات ورا بعض وبعدين انا لسه جاي النهارده واحد ورايا كلاكسات حتى لو مش لا مش انا فاضي انا مش عارف اعمل ايه يعني نصاب ميكروباص يبقى ده عندي لا طب بص طب ايه اللي بدي كلاكسات ليه؟ المفروض انا اعمل ايه؟ توسع فانا مش عارف اعمل ايه؟ لا هو مش لحضرتك هو بس مثال هو ده حقيقه فكت شفتها يا دكتور غير كده الكلاكسات المصنعه والكلاكسات المستورده يعني بيغيروا اشكال الكلاكسات كل شويه اوكي هو ذا نورمال ستريس اوف لايف عشان تبقى في الاخر تنجوي حياتك برودكتيف فروتفول فيلي يعني نعمل حياتك منتجه وتكون سعيد جدا برضه في حياتك
دي المينتال هيلث عندنا. اوكي على فكره المينتال هيلث زي ما قلت هي تعتمد على حاجات اتربينا عليها اتعودنا عليها واتدربنا عليها. على فكره في ترينز وحاجات انك انت ازاي النهارده تدرب نفسك على المينتال هيلث هاو تو ترين يور سيلف انك تبقى مينتالي هيلث. دي فكره الايه التريننج. اقول لكم على حاجات لطيفه جدا حاجه صغيره كده في النص. عارف من ضمن الحاجات اللي بتزود المينتال فانكشن بتاعتك عارفين الشطرنج حل الالغاز الكلمات المتقاطعه الحاجات دي كلها هتصعب الحاجات دي كلها عبيطه بس الحاجات دي بتزود المينتال فانكشن بتاعتك لان البرين زي اي اوركن جوه جسم الانسان كل ما بتمرنه اكتر كل ما يبقى اقوى صح ولا غلط. لكن زي بالظبط العضلات انت عضلاتك كل ما تشتغل بالعضله اكتر كل ما تبقى اقوى هتلاقي العضله مش هتشتغل هتبقى اضعف. نفس الفكره انت بتزود البرين اكتيفيتيز. اوكي mental is more than just an absence of mental disorders. قالك المنتال هيلث مش مجرد غياب المنتال disorders. لكن موجود في definition of normally the absence of a disease and domain of mental health اللي كانت تكون emotional well-being, psychological well-being, social well-being. يعني emotional well-being يعني emotional well-being فكرة life satisfaction accepting the life اللي كانت مبسوط في الحياة دي حاجة emotional عندك انك انت accept في الحياة happiness cheerful سعيد. دي اول حاجة عندنا انك انت تكون سعيد في قرارات نفسك يعني انت نفسك تكون سعيد. psychological what's meant by psychological what's meant psychological هو self acceptance هو population growth هو motivation هو انك انت تحس انك انت راضي عن نفسك انك انت بتطور في نفسك انك انت more productive انك انت بتزيد في حياتك. دي psychological عندنا. اوكي طب social يعني مش بس راضي عن نفسك مش بس شايف في نفسك وعلاقتك بالناس اللي حواليك تكون ايه كويسه. اديكم مثال بنشوف في بعض الناس ممكن بقى الاول على الدفعه ذكي جدا وشاطر جدا وكل حاجه هو بالنسبه له سعيد هو حياته كلها ايه الكتاب. لا حياته كلها الكتاب هو انجوي حياته كلها مذاكره الكتاب ما عندوش اي مشكله وشايف انه بيذاكر اكتر وبيطلع الاول على الدفعه يبقى هو ايموشنالي سعيد سايكولوجيكالي شايف ان هو بيطور في نفسه ان هو متفوق وان هو هيحقق التارجت بتاعه وانه هيبقى اعظم دكتور في الدنيا والقصه دي. طب وات اباوت ديلينج وذ ادرس غالبا الشخصيه ما بتكونش اجتماعيه ما بتكونش اكسبتنج لدى الادرس ما بيقدرش اكسبت المجتمع قوي صح ولا غلط. حاسس يا جماعه انتوا ضيعتوا وقتكم في التهريج احنا نذاكر الكلام ده احسن انتوا قاعدين قلنا القهوه ليه ما نذاكر اذا كنا صفحتين احسن صح ولا غلط. ودي فكره الايه دي فكره انك انت تكون سوشيالي اكسبتنج المجتمع او السوسايتي اللي حواليك. عندك المرة كان في دفعة من الدفعات كان عندي مجموعة كان فيها 8 من 10 أوائل فلكن تخيل بقى لما تبقى مجموعة كلها كده. فالمهم في المجموعة دي كان فيها حاجة ظريفة جدا كانت المجموعة طبعا عارف اللي هو ايه أسأل سؤال خلاص فواحد يجاب. أول حاجة أنا متأكد لما بسأل السؤال إن كلهم عارفين مبدئيا أنا متأكد فلما أسأل محدش يجاوب ليه؟ تمويل اه بالظبط حركات بعض فواحد ممكن يغلط يعني عارف اللي هو عارف حسيت بطنه كده عارف مساكن مش قادر تسكت فواحد يتكلم الاقي كلهم بصوا له كلهم والله ابدا انا لسه شايف دلوقتي في الكتاب عارف وكأن الاجابه بتاعته ايه؟ تهمه. اوكي؟ كانوا اكتر مجموعه بتريحني في سحل الامتحانات فول مارك باستمرار كان من هنا لما حد ينقص حاجه وبالمناسبه لو حد نقص نص درجه يجي لي بقى يقعد معايا بعد الحصه عياط بقى حصلت منين والكلام ده كله. اوكي؟ لكن قدام بعض ما بيذاكروش طبعا انا سامع حواراتهم عارف انا كنت زمان كنت احس بالبنوك هاند بريك فقعدت سامع بعض الحوارات يقول انا امبارح ما ذاكرتش خالص يقول يا راجل امبارح ما ذاكرتش يا بنتي ما ذاكرتش امبارح خالص ابدا ابدا ده حتى كنت متضايق او قاعد انا ماما تقول لي مالك يا بنتي هتخش عليا بالكلمتين دول ده كنت عملت ايه؟ عملت زيك بالظبط وانا انت بتذاكر فبيبقوا لطاف جدا الاوائل بيبقوا لطاف جدا في المذاكره. ففكره التاني يبقى هي ممكن تبقى ايموشنال مرتاح وانت ليش نفسك خالص ما انا ما الحاجات دي خلاص كده لا انا قلت لكم مره مش عارف قلت لكم انا مره كان حصل معايا موقف مره كنا في امتحان راوند احلى راوندات وبعدين انا كنت بره الكليه كنت جاي على الكليه في الطريق فهم خلصوا الامتحان انا اتاخرت يعني ما وصلتش بقى قلت لها اتصل اللي هي البنت كلمتني اتصل بيحضر من الدور قالت لي انت فين يا دكتور؟ قلت انا لسه ما وصلتش الكليه، انا كنت لسه ما شفتش الامتحان ما كنتش عارف، انت تعالى بسرعه عشان تشوف اللي حصل فيها. قلت البنت عيطت وسابت التليفون. الله عارف بقى تخيل بقى قعدت الدماغ ايه اللي حصل في الامتحان؟ وبعدين استسلم بسم الله مستني بخير وقتها اكسبكت هتجيب ايه؟ وعارف هتجيب ايه؟ فعارف انت تبقى برضه عارف
الدليل الراوندات اللي هيبقى فيها مفاجاه ومفيش مفاجاه فانا مش متوقع مفاجات خالص يعني وعارف الامتحان هيبقى يعني بنسبه 90% كويس فبس يا رب تكون الست عملت فيهم ايه بعدين اذا كانت ديت من الاوائل اللي حصل فيها كده بقيت الدفعه حصل فيها فقلت دخلت الكليه وقلت انا ناس مرميه على الجناب ومغمى عليها والاسعاف شغال ما قلت بقى هشوف ايه اللي حصل دخلت لقيت الناس عايزه مبسوطه وسعيده وكل حاجه يعني ما عدا دي الوحيده اللي قاعده والصحابه فوقوا فيها وصبروها واحمد ربنا كويس ان جت في الكوميتي ما جتش في حاجه ثانيه قلت ايه اللي حصل فيه ابص على الامتحان الامتحان كله سهل جدا يعني او خليني اقول افريج يعني الامتحان ما فيهوش مشكله خالص طلعت في الاخر غلطت في سؤال ام سي كيو وكان السؤال سهل ويا بدل ما تكتب ايه كلمه بي يعني عارف دي الغلطه بتاعه اللي هي بس اتجزلت بدل ما تكتب هي عارفه يعني السؤال هي عارفه بس جاوبت غلط تحصل في احسن عائلات ما فيش اي مشكله خالص وكان الانهيار الكبير في القصه كده كان معانا الدكتور الله يمسيه بالخير كان واحد زميلنا فبص شاف الموقف طبعا الراجل طبعا انا منعني ان انا ارد عليها ارد على الموقف ان انا طبعا انا ما بعرفش ارد في الحاجات دي والحاجه الثانيه اهلا وسهلا والحاجة انا برضو بنت يعني برضو ما ينفعش انك انت يعني ولد كان ممكن اخده ادي له قلمين اتصرف يعني عارف انت في ولاد بتتصرف معاك بنت شاف اتصرف معانا فكان معانا الدكتور فاكر كويس جدا رد فعله ساعتها قال الله يرحمك يا ابويا في ناس بتعدي من فوق وفي ناس بتعدي من تحت يعني في واحد يقول لك ايه نقصت نص درجه يا واد عيط عليا في واحد يقول لك ايه الحمد لله خمس درجات يلا انهم كريتيريا اوف منتالي هيلثي بيبل امتى تعرف ان الراجل ده هيلثي بيبل واحد بيرسيف ثينجز ذا واي ذي ار يعني كلمه بيرسيف ثينجز ذا واي ذي ار ما يكبرش الواقع بالظبط ان يكون واقعي على ارض الواقع وشايف الحاجات زي اللي المفروض ان هو يشوفها عندك اوكي انا يمكن ادخلك في اكزامبل اكستريم واحد مجنون هو شايف حاجات ثانيه مش المفروض هو يكون حاجات شايفها بالوضع ده شايف اكبر من كده او اصغر من كده صح ولا غلط اثنين ان يكون ايموشنالي بالانس فكين فكرة اللي فوق emotionally balanced socially balanced psychologically أو socially balanced أوكي وإنه يكون قادر أو إنه يكون القادر إنه يحقق الأبيلتي ويقدر يكون حقق الأبيلتي بتاعته عنده إيه الفاكتورز بس بالنص المهم اللي بيجي فعلا فاكتورز affecting the mental health اللي بيخليني mentally health أو mentally ill حد يفكر معي اللي بيخليني mental health أو mentally ill حاجات فيه انا شخصيا ولا حاجات في المجتمع على فكره ممكن اكون انا مشكله فيه انا او ممكن اكون انا كويس بس مشكله في المجتمع اللي حواليا عشان كده عايز اقول لك sometimes ان ممكن واحد ينشا في مجتمع تاني يبدع اكتر من في المجتمع بتاعه بسبب الكوميونتي اللي حواليه يبقى هي المنتال هيلث مش قصه انا هي قصه انا والمجتمع اللي حواليا يبقى حاجات فيه انا بيرسونال فاكتور وحاجات في الانفايرمنتال فاكتور هم 10 5 بيرسونال و5 انفايرمنتال ايه الخمسه البيرسونال جينيتيك جينيتك او كان في عندك بايولوجيكال فاكتورز عندنا ولد ابوه ذكي وامه ذكيه ولد ابوه بروفيسور ومامته بروفيسور هيطلع ولد ايه صح ولا غلط فغالبا الجينيتك تلعب دور كل ما كان الاب منتلي ذكي او منتلي هيلث والام غالبا الاثنين بنفس الفكره والعكس صحيح يبقى الجينيتك تلعب دور عندنا انا قلت السكس انا قلت اوفر اول المنتال ديس اوردرز اكتر فين الفيميلز ليه عشان هي بينك يمكن الفروق قد يكون لها علاقه وبرضه انا قلت لكم الفيميل بسبب الكالتشر بسبب السيست تعرض لها بسبب الهرمون الديستربنس اوفر ذا مانث صح ولا غلط فتلاقي ان هي ممكن يجي لها فترات ديبريشن اكتر من الرجاله عندنا اوكي قال لك يبقى اذا هي ممكن تبقى موجوده الانكزايتي والديبريشن اكتر في البنات لكن الدراجز دراج ابيوز اكتر فين في الرجاله ليها علاقه بالجينيتك بوسبل ليها علاقه بالتراديشن زي ما قلت لكم الكالتشر في مصر عندنا بوسبل طيب ذا 6 الايج انا قلت لكم برضو كانت اكتر في 3 بيكس في حياتنا اللي هم مين تشايلدهود ادوليسنس والاولد ايج يبقى دول اكتر 3 بيكس في حياتك يبقى المينتال ديس اوردرز بيبقى موجود اكتر في تشايلدهود والادوليسنس والاولد ايج بعد كده الاستاذ بتقول لك ان 10 الى 20% من كل الاطفال عندهم على الاقل 1 اور مور مينتال ديس اوردرز على فكره الرقم ده مش قليل عارف ان هي 10 الى 20% يعني من كل 5 اطفال واحد عنده مينتال بروبلم ودايما كل ما بقول لكم ارقام يبقى الاكتوال نمبر از مور يعني دي بتبقى ارقام ريجستر ممكن تبقى مور عندها اوكي طيب الناس الكبار بيجي لهم ايه؟ الزهايمر بيجي لهم انكزايتي وقال لك الزهايمر فوق سن 65 حتى قال لك ان 5% من الناس العواجيز بيجي لهم الزهايمر بعد سن 65 بتزيد دبل كل 5 سنين يعني مثلا لو كانت 5% عند 65 يبقى 10% عند 70 اند سو الزهايمر مشكلته ما كان بينسى كل احداث حياته كان غالبا بينسى كل الاحداث اللي كانت موجوده في حياته تماما يمكن كان اشهر كان حد مصيب بريء مش من فترات من سنين مش بعيده كان ريجن
اللي هو كان رئيس امريكا قبل كده. رجل لما جاله الزهايمر كان عنده مشكله, كان بينزل في الشارع نازل يشتري حاجه في الشارع, الناس بتسلم عليه بتصور معاه, هو نسي انه كان ايه, كان رئيس امريكا في يوم من الايام وكان شخص مشهور, فبيستغرب الناس بيصوروا وبيسلموا عليه ليه, يعني انا الناس عارفين منين, يا رب نسي كل حاجه في حياته. يمكن الحاجه الوحيده اللي كان فاكرها في حياته كانت مراته, ايه البنت الوحيده اللي كانت يعني جابت له الزهايمر الحاجه الوحيده اللي كان فاكرها في حياته. يبقى الايج عندنا الدبريشن, الارقام برضه بتقول ان عندنا 11.2% من الناس اللي فوق سن 60 اقل سن الزهايمر بيجي لهم دبريشن, طبعا مفصله جدا زي ما قلت لكم ليه في الدبريشن ده. يبقى ده الجينيتك والايج والسكس. الحاجه الرابعه لايف ايفنت اند ستريس. ايه فكره لايف ايفنت اند ستريس؟ مش انا قلت لك انت عرضه للستريس في حياتك؟ المذاكره هي ستريس, الامتحان هي ستريس, نزولك في الشارع هي ستريس, خلافاتك مع بابا هي ستريس, خناقاتك مع ماما هي ستريس, كل ستريس في حياتك صح ولا لا؟ اتخانقت مع صاحبتك ده ستريس, كل ستريس انت بتواجهها في حياتك عندها صح؟ ايه فكره اللايف ايفنت والستريس؟ هل انت النهارده في حياتك بتواجه ستريس؟ يس. سؤالي معدل مواجهه الستريس في حياتك اخبارها كتيره ولا قليله؟ صح. الحاجه الثانيه الريسبونس بتاعك للستريس, على فكره ما عنديش مشكله في الستريس, انا عندي مشكله في ايه؟ مواجهه الستريس. في ناس بتواجه الستريس ازاي؟ بالهروب, في ناس بتواجه الستريس بالعصبيه, في ناس بتواجه الستريس بالاحباط صح ولا مش عارف اعمل ايه, في ناس بتاخد الستريس كانه ايه؟ حافز تشالنج. بالظبط تشالنج, انه لا انا لا انا بص انا وقعت في المطب ده, انا ما فاضلش غير اسبوع والامتحان جاي خلاص لازم هواجه القصه, فده تحدي بقى ان انا اشوف في الاسبوع ده هحط برايتايزنج ماي سيلف, ارتب اولوياتي, اركز جامد, هلغي كل حاجه واركز في ده, باخده ك تشالنج عندنا صح. ففكره اللايف ايفنت والستريس هي فكره اتس فيري امبورتنت انك انت تشوف هاو تو كوب مع الستريس اكتر من انك انت بتواجه ان الستريس نفسه عندك. اوكي. الحاجه الثانيه مشكله مواجهه الستريس انك انت الجسم بيطلع حاجه اسمها اندورفين. اوكي. افرازات الاندورفين باستمرار على مدى بعيد دي ممكن تعمل لك منتال ديسوردرز, عشان كده مش المفروض انك تتعرض للستريس في حياتك بشكل ايه؟ بشكل كبير. يعني مش المفروض, عشان كده تلاقي دايما انا دايما بقول لهم حتى في المانجمنت فلما لما بقول لهم الاحسن مش انك انت تعاقب الناس اللي بياخد المطب في الشارع, الاحسن انك انت ايه؟ ترسى في الطريق. صح. مش الاحسن انك انت كل شويه تقعد تعاقب ابنك, انت بتغلط ليه وبتغلط ليه وبتغلط ليه وبتغلط ليه, الاحسن انك انت ايه؟ تحط له السيستم اللي ما تخلوش يغلط. لما يكون عندك موظف بيغلط باستمرار, انا بوجهة نظري هنا غلطه الموظف المستمره مش ضعف في الموظف, ضعف فين؟ في الاداره, في السيستم. بالظبط في السيستم, انه حط له السيستم ما يخلوش يغلط عندنا. تفهم؟ انا كنت لسه قريب واحد من المستشفيات وبعدين فالموظف عمل عندي مشكله, فانا اتضايقت فبقول للمدير انا في مشكله حصلت كذا كذا بالموظف. رد فعل المدير قال لي ما تقلقش احنا هو الموظف غلطان, بعتذر لحضرتك وانا هديله جزاء. قلت له انا اسف انت غلطان مش هو غلطان. فالراجل استغرب قال لي ازاي؟ قلت له عشان انت النهارده ما حطيتلوش السيستم ما تخلوش يغلط صح ولا غلط؟ فبالتالي لما جه راح عايز تحاسبه تديله جزاء. قلت له فالراجل استغرب من رد الفعل. قلت له انت ممكن تفوت تعمل 1 2 3 4 لما تعمل الكلام ده كله يبقى الموظف المفروض ما يغلطش, ولو غلط الموظف يبقى فعلك جزيمه لانك انت حطيت له السيستم. الراجل تنبه هو فعلا عندنا مشكله, احنا مش حاطين لهم السيستم الصح على اساس انك انت برضه بتواجه المشكله. فهي دي الفكره انك انت ما تسيبش الانسان يتعرض لستريس كتير في حياته وفي الاخر جاي تلومه بعد كده انه جاله ديبريشن, ما انت سايبه يتحرك الى ستريس كتير جدا في حياته عندنا. اوكي. انديفيدوال بيرسوناليتي, فكره الانديفيدوال بيرسوناليتي بقى دي شخصيات, وزي ما قلت لك الشخصيات دي اتكونت من سن من 2 لـ5 سنين, السن اللي احنا بنطنش فيه العيال اللي احنا بنتعامل معاهم يلا حبيبي كوتو كوتو والكل المصاصه خد مش عارف ايه, لا ده السن انت بتكون فيه الولد. فالنهارده فكره الانديفيدوال ديفرنس دي بقى فروقات الشخصيه بيننا وبين بعض. اوكي. النهارده حتى بتشوفها في المدرسه واحنا في ابتدائي في اولى ابتدائي, وانا بفكرك في اول سنه دخلت فيها التعليم, بحس ان في واحد في الفصل دوميننت او واحد او اثنين او ثلاثه صح, وتلاقي واحد او اثنين او ثلاثه في الفصل ايه بيقادوا تماما, اللي بتعمل لهم اي حاجه بيقادوا تماما صح ولا لا, وتلاقي في شخصيات في النص افريج. بفكره الانديفيدوال ديفرنس النظر لما تعرضوا للستريس او لما يجبروا تعرضوا للستريس هنا بقى هتختلف الانديفيدوال ديفرنس مع كوبينج مع الستريس. يبقى فكره الانديفيدوال ديفرنس عندنا. الحاجه الثانيه انت الستريس, يمكن عايز اقول انا مش بقول الستريس كتير غلط, لكن في نفس الوقت انت محتاج تعرض للستريس. ليه؟ ما انت لازم هتعرضه,
لكن الفكره انك انت عشان تجيب اكسبيرينس هاو تو ديل ويز استنسز. لو انا عامل وصفوا لي طول عمري العربيه بتتساق ازاي واحفظها نظري كويس قوي زي الفل، عمري ما اعرف اسوقها الا لو ايه طبعا لو حطوني جوه عربيه اقول له اسوق ساعتها. فدي الفكره انك انت محتاج تبيلد اكسبيرينس عندك. انا عارف العمليه دي بتتعمل ازاي، افتح بطن العيان احط العين كذا، افتح بالمشرط، ابدا مش عارف الكراكتور، اجيب الارضي، قالوا لي الكلام ده كويس جدا. هو ده اللي متعلمه في الكليه. لكن هي الفكره في ايه؟ لازم ان انا اجرب الكلام ده بنفسي، اواجه الاستريس عندي. طيب دي حاجات في انا شخصيا، حاجات في الانفايرمنت هي ايه؟ واحد كذا سبورت، واحد فاميلي اند سوشيال سبورت. يعني ايه فاميلي اند سوشيال سبورت؟ واتس مينت باي فاميلي اند سوشيال سبورت؟ عايز تقول اللي هيتربى في وسط اب وام بيحبوا بعض ومرتبطين ببعض زي اللي تربى في اب متخانق مع الام او اب طلع الام او تربى مع اب او ام، يعني قصدي تربى مع حد من الاثنين ديفنتينو. اوكي ديفنتينو. عايز اقول لك على حاجه دي برضه دايما بنقولها للبيرنتس ودي نصيحه جدا بنقولها للبيرنتس، يو شود شو امباثي او شود شو لاف اند ريسبكت تو ايتش اذر قدام الولاد. اوكي اقول لك على حاجه لطيفه جدا ودي انتوا بنجلكت القصه دي. عايز ابنك ينادي على مراتك اللي هي امه بلفظ معين، نادي انت عليها بهذا اللفظ، هو هيقول منك انك بتضحك. اوكي لما انت تقعد تنادي على مراتك بلفظ او باسم مثلا، ممكن يبقى اسم انت شايف اسم مثلا فيه اهانه او خناقه او وات ايفر اثناء الخناقه، الوقت هيظبط معاك اللفظ ده. او لو لقيتها باسمها مجرد، وده مش غلط على فكره، ما انت ناديها باسمها مجرد الوقت يطلع ممكن يناديها بنفس الاسم. فالفكره ان زي ما انت بتحب، انا مش بهرج انك انت على فكره باي ذا واي الولد ما بيحبش الاب اكتر ولا الام اكتر. عارفين الولد بيحب بما يل الام ليه؟ هي اللي قاعده معاه، موضوع منطقي، هي اللي قاعده طول اليوم، يعني قاعده معاه 24 ساعه. ترى انت ساعتك تيجي ضيف اخر مرات تبص هو عامل ايه حبيبي، ولو جه يحكي معاك التفاصيل تسرق منه صح ولا غلط؟ هي اللي قاعده معاه طول اليوم. الحاجه الثانيه اللي بيخليك تكتسب الثقه على فكره باي ذا واي، اللي بيخليك تكتسب ثقه الولد وحبه ليك هو حبه لمامته لمراتك اللي هي مامته. انا مش بهرج، القصه دي فيري امبورتنت، لان هو بيديتكت القصه دي، هو بيوبزرف اكتر من انت متخيل، شايف قد ايه بابا يحب ماما، فقد ايه الاسره دي مترابطه، قد ايه هما الاثنين بيحبوا بعض، فبالتالي انا احبهم الاثنين زي بعض. دي نقطه مهمه قوي، فازاي عايز ابنك يحبك يحب مامته، دي نقطه مهمه قوي قوي عندنا. دي بقى عندك مشاكل خلاف، كل الاسر مليانه مشاكل وخلافات، خلي الخلافات دي بعيده عن ايه؟ على الاطفال، ينزلوا المدرسه ولا هنتخانق بقى. يلا بقى. في خناقه من امبارح نسينا نعملها، اوكي؟ ابو ما تقلقش، يعني ده خناقات كتير هطلعها لك، ولا طلع اللي عندك الخناقات عشان يخلص الخناقات كلها ده ايه النهارده. دي على فكره فيري امبورتنت. وجود سوشيال وجود فاميلي ليه هيخليه ينمو بشكل كويس. مش بس كده، الفاميلي دورها ايه؟ انها تعلمه، توجهه، يا ابني غلط، يا ابني صح، برافو انت شاطر، برافو انت احسن واحد في الدنيا. طريقه اللوم نفسه بتفرق مع الوقت صح ولا غلط؟ الانسان ما يحبش الدايركت لوم، يعني محدش يقول لي انت وحش صح، يقول لي انت كويس بس انت الحته دي كنت انت محتاجها كذا وكذا. الانسان بطبيعته ما يحبش اللوم، وكل ما تلومه كل ما هيعمل ايه؟ يبعد عنك ويعمل اكتر. وفي الاطفال يمكن انت ككبير بتتكسف، مش عايز ترد، خايف، محرج، يعني اي حاجه، لكن السؤال لا يقول لك لا صح ولا غلط؟ هيقول لك لا، وجرب بقى يعني، وبعدين عين بقى خلاص قال لك لا حاجه تعمل عقلك بعقله انتهت القصه. مش بس فاميلي، سوشيال سبورت. يعني ايه سوشيال سبورت؟ هو على فكره مش معنى ان انا عندي بابا وماما، يعني انا واحد اوف ماي كوليجز الراجل كبير دلوقتي متجوز وعنده اولاد وكل حاجه، لغايه دلوقتي شخص كومبليتلي ديبندنت على بابا ومامته، وهم دلوقتي 80 سنه باين ديهم الصحه وكبار جدا، بس هو عاش طول عمره ايه؟ هم بيحبوا بعض جدا جدا، قصة حب رهيبة، لكن الفكرة ان هم حطوه في اطار البيت وايه؟ وقفلوا عليه. عايز يخرج واحنا طلبة مع بعض لازم نكلمه، كل نص ساعة اتصل بيه، وانت لازم تتصل بيه، ما كانش بقى وقتها الموبايلات والقصة دي، لازم تتصل بيه، وانا يا ماما مش عارف ايه، طب هتمشى بره، طب هتأخر بره، هتأخر نص ساعة، هم قفلوا عليه. خلي بالك انت عندك فاميلي سبورت، بس ما عندكش ايه؟ فريندز، عائلة أكبر، صحابك حواليك، مجتمع تاني. فتحس برضه انك انت عقلك هيبقى ضيق ومش عارف تواجه المجتمع ده. ففكره الفاميلي فاكتور والسوشيال سبورت عندك، اوكي؟ دي بقى تديك الايموشنز، تديك الانفورميشن، انك تديك المعلومات. والاب والام هم المعلم الاول، هم اول ناس مسكونا ومسكوا ايدينا وعلمونا نكتب، هم اول معلومه خدتها منهم صح ولا غلط؟ وما زلت باخد منهم معلومات كده واحده. تانجبل سبورت، يعني ايه تانجبل سبورت؟
فلوس، ممكن يدوني فلوس، يدوني كورسات، يدوني اي حاجه، ممكن سبورت. هات يا بابا، هات يا بابا، روح كده بابا، بص يا بابا اجيب بقى عشان اخد عندنا كورس، مش عاجبك كده بقى. اوكي اوكي. الحاجه الاخر النت ورك سبورت، زي ما قلت لك نت ورك سبورت هي فكره ايه؟ مش بس اسره، لازم يكون ليك صحاب وايه؟ وناس حواليك. الصحاب والناس حواليك لازم يكونوا ايه؟ الصحاب والناس اللي حواليك لازم يكونوا شيرنج ذا سيم انترست بالنسبه لك. يعني يوم نفس الانترست، نفس التربية، نفس السلوك، عشان يقدروا ان هم يبقوا يعني يبقوا معاك بالظبط. دورك كأب او ام مش انك انت تبعد ابنك عن النتورك، انك انت تختار له الايه؟ النتورك الصح، وتسيبه بقى في النتورك. والريجنج هازرز اللي ممكن يحصل ايه؟ مشاكل، ممكن يحصل حاجة غلط، وارد، بس انت الفكرة انك انت احسن انك انت تفصل له حاجة. اتنين، ديفولب ولا ديفولبينج كانتريز؟ في وجهة نظركم ايه؟ ديفولوبينج اكتر. ليه؟ ها؟ هو ايه اللي اكتر؟ مش فاهم. المينتال ديس اوردرز اكتر في الديفولوبد ولا الديفولوبينج؟ ليه ديفولوبينج؟ سوشيال ايكونوميك قليل، وبالتالي الفقر حاطين في ستريس اكتر. واحد، اتنين، اديوكيشن ليفل اقل، تلاته، الاهتمام بالمينتال النس اصلا ايه؟ اقل، صح ولا غلط؟ او بالمينتال هيلث اقل عندنا، فالايه عندنا؟ دي ممكن تبقى موجوده اكتر عندنا. يبقى دي عندنا ديفولب ولا ديفولوبينج؟ يبقى ديفمنتال از مور ان ديفولوبينج كانتريز عندنا. اوكي؟ طيب زي ما كنت اكتب لك، بور نيوتريشن، امبروبر ميديكال كير، لو سوشيو ايكونوميك، لي اديوكيشن، اندر استيميشن للبروبلم. يا جماعه ما عندناش مشكله، احنا مش مجانين، احنا كويسين ان شاء الله. طب اربن ولا رورال؟ بنفس المنطق. رورال بنفس المنطق عندنا بالظبط اللي الرورال عندنا. سوشيال كلاس اكتر في الهاي سوشيال ايكونوميك ولا في اللو سوشيال ايكونوميك؟ اللو سوشيال ايكونوميك. واحنا فاهمين برضه نفس المنطق عندنا، يبقى نفس القصه في اللو سوشيال. الحاجه الخامسه والاخيره، كونفليكت اند ديزاسترز. يعني ايه كونفليكت اند ديزاسترز؟ وات مينت باي كونفليكت اند ديزاسترز؟ حرب، فيضان، زلزال، صح ولا لا؟ يخليك ايه؟ ستريس. بالظبط. ومش بس كده، ياثر معاك طول عمرك. ايام الزلزال لسه ما اتولدتوش، كان زلزال سنه 92 في مصر، كان في اكتوبر 92. ما اعتقدش كنت لسه انتوا كام؟ 95. في سنه 92 لما حصل الزلزال الناس كلها نزلت في الشوارع. نزلت في الشوارع، سابوا كل حاجه، ما كانش فاهمين اللي بيحصل، احنا فاكر مين بيعمل كده. فانت مش فاهم ايه اللي بيحصل، ما عندناش اكسبيرينس الزلازل بالعنف ده. خلى الناس بعد كده ايه؟ او على الاقل قعدنا بعدها كام سنه ايه؟ اي هزه خايفين وقلقانين، واي هزه ممكن تحصل لو الغساله جوه اشتغلت وعملت شويه فايبريشن حصل زلزال تاني. اوكي؟ انا مش بهرج، فالناس كلها كانت قلقانه. اوكي؟ لحد في السايكاتري يعلمكم حاجه اسمها بوست تروماتيك ستريس سندروم. يعني حصل تروما سايكولوجيكال في حياتك سببت لك ستريس كبير في حياتك. اقول لكم ابسط مثال، كان في قصه مشهوره عن عبد الحليم حافظ، ده كان اشهر من مصيب بالقصه دي. عبد الحليم حافظ كان زمان كان عنده مشاكل في الليفر، وكان عنده اسوفاجيال فارسس اللي هي الدوالي في المريء، وكان بيرجع ده. اول اتاك جات من الفارسس كان الكلام ده زمان ما كانش لسه معروف، ما كانش لسه الحقن، كانت لسه الدنيا ما كانتش اتطورت قوي زي دلوقتي. اول اتاك جات له كان هو نايم وكان هيموت، وكان هيموت ترول لغايه ما يكون في اخر لحظه جابوا دكتور وانقذه. وبعدها بعد كده ايه اللي حصل في عبد الحليم؟ ما عرفش ينام طول حياته بعد كده. ليه؟ عشان خايف ينام يجي له، كان بيجيب حد يقعد جنبه صاحي طول الليل، وخايف اللي يقعد جنبه صاحي انه ينام هو كمان. لانه ليه؟ لان دي كانت بتربطه بتروما قديمه حصلت، اللي هو ليه؟ لو كان هيموت. ربنا يكفينا الشر، اللي عمل حادثه بيجو في عربيه، انا كان عندي طالب في يوم من الايام عمل حادثه بعربيه وقعد شهرين في الانتنسيف كير كوماتوست، والده مات شهرين كاملين، مش عارف عنه اي حاجه خالص. بعد شهرين قام، ربنا كرمه وقام وعايش دلوقتي بقى كويس جدا ومتجوز وخلف مفيش مشكله، بس لغايه النهارده ما بيسوقش عربيه ابدا ابدا. ليه ما بيسوقش عربيه؟ خايف تحصل نفس الحاجه. هو حكى لي القصه، بيقول لي انا فجاه كنت سايق على طريق الساحل، وفجأة لقيت نفسي صحيت في المستشفى بعد شهرين، ما اعرفش ايه اللي حصل في النص ده كله. تخيل القصة دي، فدي تروما حصلت في حياته. ففكرة إن ممكن يحصل لك في حياتك ميجر تروما تخليك طول عمرك خايف، طول عمرك عندك منتال ديسوردر عندك. أنت فاهم؟ طيب يبقى عندي 10 فاكتورز بتأفكت المنتال هيلث، إيه الـ 10 فاكتورز؟ حاجات فيا وحاجات في الانفيرمنت، إيه حاجات فيا؟ جينيتيك والإيج والسكس واللايف إيفنت اللي بتحصل ويور إنديفيدوال ديفرنس. إيه حاجات حواليا أنا؟ الفاميلي والسوشيال سبورت، ديفلوبد ولا ديفلوبينج، اربن ولا رورال، هاي سوشيال كوميك ولا لو سوشيال كوميك، واخر حاجه الايه؟ اللايف لونج ليفنج او الستريسز اللي عندنا.
اوكي. طيب هنا بس جايب لك بس المنتال ديس اوردرز، هنا شويه ارقام ان 25% من الناس اللي بتجيلك وعندها منتال ديس اوردرز، مش هم اول ارقام عندنا. اوكي طيب ننزل برضو تحت المنتال هيلث بروموشن، تحطها في 3 ليفلز عندنا. اوكي فكره المنتال هيلث بروموشن ازاي احسن المنتال هيلث عندنا؟ بروموشن تحسين، اعمل حاجه اسمها سترينث انديفيدوال، اعمل سترينث للانديفيدوال. ازاي اعمل سترينث لي وحاجه اسمها سترينث للكوميونتي؟ يعني سترينث للانديفيدوال ويعني سترينث للكوميونتي. ازاي اقوي الحاجه اللي عندك او ان انا اقوي المجتمع اللي حواليك؟ ما هي المشكله كثيره في المجتمع، صح ولا غلط؟ اقوي فيك انت، اعلمك ازاي تواجه الايه استرس. في حاجه اسمها باور وريسيلينس. الباور انك انت يبقى عندك قوه اكتر، ريسيلينس انك انت طواعيه. يعني ايه طواعيه؟ تبقى فليكسبل مع الحادث اللي بيحصل وازاي تغير من القوه بتاعتك. اقول لكم على حاجه تعرفوها من التاكتكس. عارف في الشغل بيقول لك المدير النهارده الموجه بتاعته عاليه، اعمل ايه؟ انت دلوقتي بتتكلم ليه؟ او بلاش في الموتيفيشن، في الشغل، في البيت مش بيجي فضلات على بابا ايه؟ عصب جدا. محدش يقول لك ايه ده؟ ما تقول لك ايه؟ محدش كده بابا النهارده خالص. محدش يتكلم، اقعد مكانك ساكت. سيب الموجه تعدي، صح ولا لا؟ هنا انت بتعمل ايه؟ هل انا بقول لك خليك قوي ورد على بابا واقنعه؟ لا، هنا بقى قوتك الطواعيه. ايه الطواعيه؟ ذكائك في مواجهه الحدث دلوقتي، اهدى لغايه ما بابا يهدى، وبعدين ايه؟ انزل بقى قوتك بعد كده، ابدا واجه القصه بعد كده، قول له بقى بص يا بابا فين بقى الفلوس الدرس اللي انت كنت قلت لي عليها؟ فين فلوس الموبايل الجديد اللي انت قلت لي عليها؟ فكره. فلذلك هي حاجتين، هي كومباينيشن من حاجتين، بين باور قوه موجوده عندك، والطواعيه زي انك انت ايه؟ تبقى ذكي في المواجهه، مش لازم تبقى القوه بتاعتك موجوده باستمرار على كده. فلذلك انك تقوي الانديفيدوال، انك تزود الايموشنال ريسيلينس بتاعته، الطواعيه بتاعته، انك تحاول تخليه يبقى عنده سيلف استيم، كوبينج سكيلز، ازاي من الكوميونيكيشن، نيجيشن، ازاي نعمل عندنا ريليشن شيب. على فكره ايه في حتى نيجيشن از سكيلز، انت بتخلي الناس تتعلمها، بتقوي المنتال هيلث. تعرف كده النيجيشن في حد ذاته بتقوي المنتال هيلث بتاعتك، ازاي انك تتفاوض. وعلى فكره النيجيشن هدفها مش انك تبقى شاطر في المكسب وتكسب كل مره، بس هدفها انك انت تشغل مخك. هتفاوض معاك تيجي الساعة 6؟ لا خليها 5:30. أصل بص إقناعك 5:30 هتبقى متأخرة، عشان هنعمل كذا كذا. طب بص 6، أصل 6 ميزتها كذا. دي فكرة النيجيشيشن، إنك كده تقتنع في الساعة دي بكام؟ ب 10 جنيه. طبعًا الستات المصريات أحسن ناس بقى في النيجيشيشن في القصة دي. أوكي؟ كانت أمي الله يعمل السبب الخير، كنا زمان لما ننزل نشتري كانت أمي كانت جميلة جدًا في النيجيشيشن. تقول أنت بيكش تعرف شوف أنت بس الحاجة اللي أنت عايزها وأنا هشتريها. بكام الحاجة دي؟ فيقول لها مثلًا ب 50 جنيه. لا 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 5 جنيه. انا واقف سيبني اركن انت، عارف اللي واركن انت 5 جنيه يا ماما، الراجل بيقول لك 50 يعني ويلو 40 45 يعني خليك قريبه ما لكش دعوه. وكان بيدخل 20 جنيه في الاخر يعني برضه 20 جنيه. فكره النيجوشيشن سكيلز على فكره باي ذا واي، دي في كورسات بالكامل بتاخد عن النيجوشيشن، ان دي بتزود يور منتال ابيليتي عندك. اوكي طب دي حاجات فيك انت بتحاول انك انت تحسن قدراتك عندنا، اتفقنا يا شباب؟ ايه حاجات في المجتمع بقى؟ ايه حاجات في المجتمع؟ هل ممكن اعمل سوشيال ايفنتس اشارك الناس فيها؟ صح؟ تزود المنتال فانكشنز بتاعتهم؟ هل ممكن اعمل اورجانيزيشنز او هيئات او اسر او جمعيات او وات ايفر بتحسن المنتال فانكشنز بتاعتهم؟ صح ولا غلط؟ بتسبورت في الشغل في كل مكان، صح ولا غلط؟ اديكم مثال. واحنا في اوروبا مثلا ممكن اقول لك اعمل سيميوليشن لاجتماع معين. جامعة الدول العربية، أمم متحدة، أي حاجة، وبلاك فيك وتقام الشخصية ويبدأ يعمل ونجشيه قرار ونشوف من اللي يوافق عليه والكلام ده كله. لو الكلية بتعمل الكلام ده كله باستمرار وبتدخل الطلبة في هذه الأنشطة والذكاء وإلى آخره، الناس تبقى منتال الفانكشن بتاعتهم إيه؟ هتبقى أحسن، وياخد خبرات إزاي بيواجه الحياة من غير ما يتعرض في ستريس حقيقي، صح ولا غلط؟ يعني كده تقعد النهارده في اجتماع وتتخيل انك انت رئيس دوله، وتتخيل انك انت وزير دوله، ويجي واحد تاني يتخيل انه وزير دوله تانيه، ويقنعوا بعض ويتخانقوا مع بعض، وفي الاخر يوصلوا لغايه قرار مشترك او تقبل القصه دي. هل المجتمع بيوفر هذا السوشيال بارت؟ بارت، صح ولا غلط؟ مش لازم على مستوى الكليه، على مستوى حتى الشغل، على يعني على مستوى المجتمع ان جنرال عندنا. تفهم؟ يبقى دي اما زود المجتمع، يا اما زود الاشخاص، يا اما ريديوس الاستراكشر بارير. يعني ايه كلمه الاستراكشر بارير؟ شيل المطبات ما تعاقبش الناس، صح؟ التعليم، التعليم عندنا مشكلة جدا جدا في التعليم، اللي ممكن احنا ما كناش ناخد نفس مستوى التعليم. احنا عندنا في مصر مشكلة في التعليم، لازم نعترف ان عندنا مشكلة حقيقية في مصر في التعليم.
ونجاح اي شعب بيبدا من التعليم حقيقي بجد. انا قلت لكم قبل كده انا فعلا لما ابص سواء الميكروباصه او التوك توك على قد ما بتنفذ الجن ده صعب عليا. ليه؟ ما اتعلمش. فكره انك توفر التعليم لكل الناس بنفس المستوى هي نفس توفير الصحه للناس بكل المستوى. قد يكون اللقش يختلف لكن لازم نوصل كلنا نفس البيزك بتاعنا. يعني كل مدرسه حكوميه او المدرسه الخاصه او الانترناشونال سكولز المفروض يبقى نفس البيزك بتاع التعليم اللي انا عايزه. لكن ممكن في الحكوميه اقعد على ديسك خشب مش مريح، في مدرسه خاصه اقعد في تكييف وكلاس وقاعد في كرسي مريح مفيش مشكله، بس المفروض المحصله النهائيه في التعليم تبقى ايه؟ تبقى احلى. ففكره انك تشيل الباريرز اللي كانت بدايتها من التعليم، عند لازم التعليم توفر لكل الناس. اوكي؟ طيب هنا بقى بقول لك اللايف سايكل ابروتش تو بروموت المنتال هيلث. انت بقى تتعرض الى من هنا بمسكك الانسان حياته من اولها لغايه اخرها. اول مره تعرضت للمنتال هيلث مش يوم ما اتولدت، انه حتى ماما حامل. فكده ماما كانت حامل ولدت تعرض الى ايه؟ بوست بارتم ديبرشن. اتولدت حضرتك وانت طفل، فاكر لما قلنا عندك في الاطفال ممكن يجي لك شويه حاجات في التشايلد هود هيلنس سايكولوجيكال ديستربنس ممكن تحصل في الاطفال. هنا ممكن يفقدوا بعض السكيلز. اوكي؟ هو انت العكس، انت على فكره باي ذا واي انت ممكن احيانا مش بتحمل الاطفال، انت ممكن بتفقدهم الفرصه في التعليم. انا لما بشوف ولادي هم صغيرين بيتعلموا الحاجات اللي بيتعلموها في اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي احنا بدون مبالغه كنا بنتعلمها في سن اكبر. حقيقي صح ولا لا؟ هم ضافوا لهم سكيلز في التعليم جديده احنا ما كناش بنتعلم فيها. فالفكره انك انت هاتوا برموت السكيلز الجديده والحاجات الجديده في الاطفال. انا اقول لك عشان بعلمهم زي زمان، لا ما ينفعش تعلمهم زي زمان، لازم تسيبهم السكيلز الجديده بتاعتهم، اذروايز هم مش هيبقوا سوتبل في المجتمع بعد كده. كبرنا في الادوليسنس، اتعرضنا الى مشاكل كتيره في الادوليسنس، صح ولا غلط؟ قلنا زي ما قلنا دراج ابيوز، الدبريشن، دلينكوسي، انحراف، سيكشوال بروبلمز اند سو اون، كل دي منتال ديس اوردرز عندنا. الادلت لما تكبر حضرتك تتعرض الى مشاكل ايه؟ كبرت عديت مرحله الادوليسنس، بتبقى الستريسز موجوده اكتر في الشغل، صح؟ طب كبرت اكتر وبقيت اولد ايج تعرض، فاكرين لما قلنا الزهايمر والحاجات دي كلها لما بقيت راجل عجوز اكبر. اتفقنا؟ يبقى انت عايز تقول لي انك انت المنتال هيلث مش بس في الثلاثه بيكس في حياتنا، ممكن تعرض لها في كل مراحل حياتك عندك. طبعا الحاجات اللي بديها لك في النص في المربع اللي في النص عشان اعمل ايديوكيشن سكيلز ممكن ازود لهم، فاكرين بروبلم سولفنج، افكتيف كوميونيكيشن، انيشيشن، انتر بيرسونال سكيلز، كريتيكال بروبلمز، امباثي، الحاجات دي كلها بعلمها لهم. عشان كده يمكن حتى تسمعوها بيسموها اللي هي بيسموها التنميه البشريه. اسمها بعض الكورسات التنميه البشريه. للاسف انا برضه بحصل من القصه دي جزء كبير جدا من السوق حاجات كوميرشال مالهاش بيزس علميه. لكن الحاجات المحترمه اللي هي بيزس علميه بتفرق جدا في الديفلوبمنت اوف يور منتال ابيليتي عندك. طيب السؤال الاخير في الحصه، هاو كان وي بريفنت المنتال هيلث؟ البريفنشن اللي كان بيبقى برايموديال وبرايمري وسكندري تيرشري ليفل اوف ذا برايمري. وات ذا برايمري؟ هعمل ايه في البرايمري؟ هعمل ايه في البرايمري؟ البرايمري بريفنشن هتشوف حاجات تبدا البرايمري بريفنشن سنس ويتش ايج؟ ايرلي فيري ايرلي ان ذا لايف. بقول لك من 2 ل 5 سنين ده اللي بتشكل حياه الطفل. يبقى فيري ايرلي ان ذا لايف، يبقى من اول الطفل عندنا من اول انفانسي تبدا لهم برايمري بريفنشن عندنا. نعمل لهم بقى فاكرين المنتال قصه؟ قالوا حتى اسال لكم على حاجه، ان البريس فيدنج من اول حياتك ده بيساعد المنتال هيلث. ليه؟ داون تو ذا مدر، فبيديله ثقافه الحياه اكتر ويديله الاطمئنان في الحياه اكتر. على فكره الولد مش بس بياخد اللبن عشان ياكل ويشرب، بياخده عشان يحس بالطمانينه في الحياه والثقه في الحياه، ان ما حدش يقدر بيه، ان موجود في الحياه حد هيسنده، انه ما تقلقش انت بجد. الولد ده ايماجين كل القصه دي كلها. على فكره دي فيري امبورتنت. عشان كده عايز اقول لكم على حاجه، الولد لما بيرضع بيرتبط بامه ولا بترضعه؟ بترضعه اكتر من امه. لان ده اول حد اداله ايه؟ ثقه في الحياه، واول حد اداله سبورت في الحياه. بلس ان البريس فيه طبعا في نيوتريشن اللي هو محتاج انسون. طب النيوتريشن دي علاقه بالمنتال ديس اوردرز؟ فاكرين اي ديفيشنسي؟ كان بيعمل كريتينيزم، مش دي كانت منتال ريتارديشن؟ يبقى كان لو انا من الاول كنت بدي ايدين كفايه ما كانش الوالد اتولد بكريسماس، صح ولا لا؟ الفوليك اسيدز دي من الحاجات البعض اللي كانت بتوديها الام اولي ان ذا بريجننسي عندنا. يبقى حاجات النيوتريشن كانت تفرق جدا جدا معانا عندنا في الاطفال عندنا. اوكي؟ طيب يبقى دي عندنا رولز اوف برايمري بريفنشن. السكندري هي عباره عن عنوانين اللي هم ايه؟ السكندري عنوانين اللي هم ايه؟ ايه ديتكشن 1 بروبر مانجمنت. بصراحه مين اهم؟
ليه؟ دي الصعبة. لان ما عنديش بارامتر بتقول لي النهارده ان الولد ده منتري هيلث المنتري هيلث او منتري ال الايرلي ديتكشن مش خاصه بحاجات سكريننج. سكريننج بعملها في الثلاثة بيكس في حياتنا، في الاطفال، في الادريسنس، في الناس الكبار، اللي هي الجلسات اللي بنعملها على فكره. في بعض الاختبارات ممكن تديك حاجات معينه، ممكن انت تقعد معايا يديكيت حاجات معينه صح، يبقى مهم جدا انك تايدنتيفاي. طب اثنين هتعالجه، عالجه ازاي؟ وات ذا تريتمنت؟ بعد ما عملت له كومبليت سايكولوجيكال اسسمنت عالجه ازاي؟ وخدت منه ديتيلد هيستوري وكل حاجه عنده، عالجه ازاي؟ العلاج بيكون بحاجه من اثنين، يا اما سيشنز يا اما ميديكيشن او حاجه ثالثه هوسبيتاليزيشن. ان سيفير كيسز الراجل ده لو موجود في المجتمع هيبقى هارمفول ليه او للناس اللي حواليه، يبقى حل وقتها الهوسبيتاليزيشن. السيشنز او الكونسلنج سيشنز اقعد معاه وافهمه. هل انت في يوم من الايام كنت حاسس انك انت قاعد متضايق وجبت واحد صاحبك كلمته وحكيت له الموضوع وادته شويه شورنج امباثي، هو ما خدش حد على قد ما هو كان امباثي، بعد ما قعدت معاه ساعه في الحوار ايه اللي حصل بعد كده؟ ما حلش حاجه. السيشن فكره جدا مميزه انك انت محتاج حد يقعد معاه يقول له مشكلتك ايه، حلها ايه، انسولت او ميديكيشن. بس الادويه دي مشكلتها انها ايه؟ دي سايد افكتس او هوسبيتاليزيشن. لو انت قلنا ايه، لو انت سيفير كيس تبقى عارف ليك او اللي حواليك، يبقى محتاج تحجز عندنا في المستشفى. الحمد لله. طيب التورشر بريفنشن، حاجات زي ما قلنا عندنا الريهابيتيشن، لازم نعمله بقى سايكولوجيكال ريهابيتيشن. طيب الحاجه الثانيه ازاي ان انا اعمل بروموشن للسوشيال سبورت حواليه عشان ازود الكابابيلتي والابيلتي بتاعته انه يشتغل. انا عارف ان عنده منتال ديس اوردرز وعنده سيفير ديبريشن وعنده كذا، هل ممكن اخلي الناس اللي حواليه يا جماعه تاقلموا معاه، حاولوا تساعدوه، الواد ده كويس بس هو عنده شويه مشاكل عاده هيعدي بس المرحله دي. فلان دايما هي الفكره في ايه؟ هي الفكره الاهم في السوشيال سبورت، مش فكره فيه هو شخصيا. ما انا عارف ان انا عندي ديبريشن وعارف ان انا مش قادر اركز، لكن لو كل الناس طنشتني ومحدش اتعامل معايا وخافوا مني وقال لك الراجل ده عنده وعنده وعنده، انا مش هشتغل كويس. فانا فكره انك تخلق حواليهم ايه؟ سوشيال سبورت. سهله كده؟ خلصنا كده المنتال ديس اوردرز. استاذنكم نقفل التسجيلات لو سمحتم.